لازلنا معكم أعزائي المشاهدين من إحدى فقرات برنامج الأستاذ، مشرفينا ومنورينا النهاردة فريق شبابي جميل بيتكلم عن البطالة، بيسوق ل يعني حاجات حلوة كده هنشوفها مع أستاذ عبد المنعم مختار مؤسس فريق NGCS. أهلا وسهلا عبد. أهلا بحضرتك. ومعنا مشرفنا كمان ومنورنا بلال أحمد المنسق الإداري للفريق. أهلا بيك يا بلال. يعني عرفنا بنفسك اكتر كده وبنشاطك، اتفضل. انا عبد المنعم مختار، طالب في كليه التجاره جامعه الازهر. نشاطنا NGCS هي اختصار ل National Group Faculty of Commerce Student. من الاسم هيبان ان احنا تبع لكليه التجاره بس، لكن احنا مش تبع لكليه التجاره بس، احنا لكل الكليات على مستوى الجامعات، على مستوى حاليا على مستوى محافظه القاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه. تمام. احنا نشاطنا يعني NGCS ليه اصلا اتوجد دلوقتي؟ في نسبه بطاله وفي شركات عندها نقص عمالة، فحبينا نجيب الشباب اللي ما بيشتغلش ونوظفهم في الشركات اللي عندها نقص عمالة، فاترفضوا. فلما جينا نسال ان هم اترفضوا عن ايه اساسا، عن ايه، فاتقال ان هم ما عندهمش السكيلز الكافيه ان هي تاهلهم ان هم يشتغلوا عندهم مهارات كافيه. تمام كده. البدايه كانت ازاي يعني ومنين يعني؟ البدايه كانت ازاي؟ احنا NGCS بتتقسم لثلاث محاور. اول محور عندنا المحور ان احنا هنوظف السكيلز المطلوبه في الشركات ديت على هيئه كورسات. طيب دلوقتي مثلا زي الانجليزي، الاي سي دي ال، اي بقى سكيلز مطلوبه في سوق العمل حاليا، بنوظفها في هيئه كورسز وفي اماكن معتمده. مش احنا اللي هندي كورسز، لا، في اماكن معتمده. الانجليزي مخصص للمكان المعتمد في الانجليزي، وبسعر يكاد يكون ب 50%، اقل من 50%، عشان مؤسسه شبابيه وبتدعم الشباب وكده. قول لي يا بلال بقى، يعني الاهداف بتاعت الفريق بما انك منسق الاداري. اهداف الفريق اولا، هو في اي شركات دلوقتي، شركات عموما بتبقى طالبه نسبه عماله بطريقه كبيره، وفي نسبة بطالة بنسبة عالية برضو، فمفيش توافق. حتى لو انت معاك شهادة تقدر ان هي مثلا في المجال بتاعك، تقدر مثلا توظف في مجال معين، هتروح تقدم هتترفض لانك انت ما معاكش السكيلز الكافية ان هي انك انت تبقى في المكان ده. تمام. فلازم انك انت ترجع تاخد كورسات وتأهل نفسك وتواكب مع سوق العمل وتطور من نفسك، عشان تقدر انك انت لما تيجي تقدم تاني تتقبل في اي شغلانة انت هتخش فيها. تمام. فاحنا هدفنا ان احنا نسد الفجوه الموجوده بين مجال التعليم ومجال العمل، الفجوه دي اللي هي البطاله. فهنبدا ان احنا ناهل الشباب بالكورسز اللي هو محتاجه، ان هو يقدر يخش في اي شغلانه هو محتاجها يبقى تمام بيرفكت فيها. تمام. بعد كده بناهل الشباب ان هي تبقى بيطور من نفسه، يواكب سوق العمل، يقدر ان هو سوق العمل زي ما بيتغير في تحديث كل فتره، فهو يقدر ان هو يحدث من نفسه. تمام. بالعكس برضو ان هو يقدر ان هو يحدث من السوق، يحط نظام جديد للسوق، ويبدا ان هو كمان يحدث في السوق، بدل ما هو كان مش قادر ان هو يواكب سوق او مثلا يتوظف في اي شغلانه. سياسه الفريق يا عبده كانت ازاي وكونته ازاي؟ سياسه الفريق التيم متكون من تيم ليدر، الفاوندر المنسق الاداري بلال، والمنسق الاعلامي ادهم محمد. تمام. بنتقسم لست لجان: لجنه البي ار، لجنه الاتش ار. انا عايزك يعني تقول لي التقسيم وتقول لي الوظائف بالظبط تحديدا يعني. لجنه البي ار، لجنه البي ار العلاقات العامه. مثلا هيكون في ايفنتس لينا، هم اي مؤسسه بره خارجيه لينا تعاون معاها، فبيكونوا هم الجهه بتاعتنا اللي بتتواصل معاهم. ده البي ار. الاتش ار، لجنه الاتش ار دي تاني لجنه معانا، هي اللي بتقيم الفريق جوه، وعلى اساسه الناس تقدر تنضم معانا للفريق من خلال لجنه الاتش ار. ثالث لجنه معانا برضو لجنه الماركتنج، هي اللي بتسوق لينا كمؤسسه ككل، لجنه الماركتنج. رابع لجنه لجنه الميديا، المسؤوله عن كل ما يخص الميديا، الفوتوشوب والتسويق الاعلامي. بالظبط. من ضمن اللجان برضو لجنه اللوجيستيك، تنظيم الفعاليات اللي احنا بنعملها في الجامعه، هنعملها ان شاء الله في الجامعات والايفنتات. برضو لجنه الاكاديميك بتاعه الكورسات وورش العمل.
طيب قول لي يا بلال بقى، يعني انتوا بعيدا عن السياسه كونتوا بعض ازاي؟ اتعرفتوا بعض من امتى بالظبط؟ هو احنا اساسا مع بعض من صغرنا، يعني من ابتدائي يعتبر، واحنا مع بعض في مرحله الابتدائيه كلها والاعداديه. فرقنا شويه عن بعض في الثانوي، بس جامعتنا كليه واحده، كليه تجاره، جامعه الازهر. وابتدينا ان احنا عايزين مثلا ان احنا عايزين نطور من نفسنا، ان انا مثلا عايز اجي اتخرج اشتغل على طول، ما استناش ان انا مثلا اقعد سنه ولا سنتين ادرب نفسي واروح هنا واروح هنا وكورسات والكلام ده، لا، ما انا اشتغل من دلوقتي على نفسي مع الدراسه. فاضطرينا ان احنا نبحث عن تيم مثلا شباب ينضم ليه، فما تلاقيناش، فقلنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. فابتدينا على الفكره واشتغلنا عليها شويه، بعد كده كانت شغاله على كليه التجاره بس، بعد كده حولناها. طبعا انك انت بتغير البلان بتاعتك كل فتره، انك انت تقدر تواكب سوق، او تقدر انك انت تدي خدمه مفيده الناس تقدر تشتغل بيها، ما تديش حاجه قديمه تيجي مثلا تديها لحد هيقدر ان هو يشتغل بيها، مش هيقدر يكمل بيها، مش هيقدر يعمل بيها حاجه. طيب نيجي لسؤال مهم جدا، وهل الفريق بتاعكم ده قائم على جهود ذاتيه ولا في سبونسر؟ لا، هو قائم كل حاجه على الجهود الذاتيه، مفيش سبونسر لينا ولا اي حاجه. يعني انتوا كونتوا نفسكم تمام، بنفسكم، اسستوا نفسكم من البدايه، وعملتوا المبادره الجميله للتنشيط لسوق العمل وبطاله، تمام صح كده؟ طيب شايفين نفسكم فين عبد الله الفترات اللي جايه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله الفتره الجايه، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك حاليا بنفس النص، ان احنا ما كناش نتوقع ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، ان احنا التارجت دي. الفكره كانت بدائيه جدا زي ما بلال كان بيتكلم، فكره بدائيه جدا جدا. فدلوقتي لا، الفكره بدات تتطور معانا، خاصه لما احنا بدانا نطور نفسنا وبدانا نسعى على الفكره بجد. تمام. بدات الفكره تتطور معانا، فالجاي يعني هتكون حاجه عاليه جدا باذن الله. طيب عايز اتكلم عن يعني اولياء الامور معاكم، الدعم المعنوي الفكري التشجيع كان ازاي معاكم انتوا الاثنين تحديدا؟ طبيعي انك انت عشان تقدر تنظم نفسك ما بين مثلا نشاطك وما بين انك انت تبقى بيرفكت برضه في الدراسه، فده بيحتاج جهد كبير. فهو الولي الامر عموما بيحتاج انك انت، لا هو شايف الاصلح انك انت في الدراسه تبقى بيرفكت، ان هو تقدر انك انت تشتغل على نفسك وتطلع بتقدير، بس برضه حتى في الاخر برضه هبقى محتاج ان انا اشتغل على نفسي شويه. فبيبقى في دعم. بابا بقى كان شايف ولي الامر تحديدا؟ لا، هو واقف معانا كل حاجه، يعني الفكره متقبله بطريقه حلوه. يعني ما جاش مثلا عارضكم في مره او قال لكم يا جماعه انتوا بتحملوا على نفسكم زياده عن اللزوم، خلي معاكم سبونسر، خلي معاكم حاجه كده؟ لا لا، هو يعني هو انا عشان استنى مثلا عشان اعمل حاجه فانا هكسل نفسي، لا، فاحنا نشتغل، نقدر ان احنا نشتغل. فشايف اي حاجه انا هقدر اعملها اقدمها للتيم بتاعي مثلا، وهقدر ان انا امشي بيه خطوه لقدام بعملها. مش هستنى مثلا ان انا مثلا استنى حاجه من حد، او مثلا اتقل شويه اضيع نفسي استنى، لا مش هضيع نفسي، لا اشتغل وهي هتيجي يعني. مش مع منتظر الوقت. انت مجهودات من حد او دعم من حد، انت شايف نفسك ان انت تقدر تكمل وتحاول هو نقدر ان احنا نبني نفسنا برضو، بس برضو في قدام برضو لا هنحتاج، بس انت عشان تبني نفسك وتظهر نفسك برضو لازم انك انت تشتغل. الاصرار والعزيمه انت شايفها بالزبط. طيب بالنسبه لعبده ايه الدنيا في الاول خالص؟ يعني اول ما جات لي الفكره من البدايه نهائي، كان في شويه ان هو انت هتاخد بقى الفكره والفكره تشغلك عن تقديراتك في الجامعه وكل ما هذا القبيل. بس حاليا في الاوبننج بتاعنا، يعني الاوبننج بتاعنا زي ما بلال كان قال ان احنا السبونسر بتاع نفسنا، احنا بنشتغل على نفسنا بنفسنا، كل مثلا حكايه الماديات كلها احنا اللي جايبينها معانا. فوالدتي يعني هي اللي مدياني فلوس عشان يعمل في السبونسر، ففين جنبنا جامد جدا جدا يعني. خلال الفتره الدعم المادي والمعنوي كان من اولياء الامور ذات نفسهم. الاثنين كانوا معانا. دي حاجه جميله جدا. طيب يعني ادونا نصيحه كده للشباب اللي هو شايف نفسه يتخرج من الكليه ويجي يقعد على القهوه ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويكبر دماغه ويقول لك انا مش شغال، انا ما فيش فرص عمل، الكلام ده كله، انت شايف ان هو يقدر يعمل ايه او بتشجعه ازاي؟ لا، هو يقدر يعمل كتير كتير جدا. اهم حاجه ما زرع الله في شخص ان رغبه الوصول لامر الا يعلم انه سيصل اليها. لازم تحط حاجه قصاد عينك وتقدر تنميها، يعني انت تخليه قصاد عينك، تعرف كاريرك، تعرف شغفك الاول، حط لنفسك هدف وابدا اشتغل عليه. بس الهدف دوت ما يكونش هدف وهمي. كلنا مثلا نشوف لاعب كوره ناجح ومشهور، احنا كلنا عايزين نطلع لاعب كوره، كلنا عايزين نبقى محمد صلاح، ممثل مشهور، كلنا عايزين نطلع ممثلين. طب انت ما وراء الستار بقى، عارف هو بيعمل ايه، عارف هو ازاي تعب، عارف هو ازاي وصل للمرحله ديت.
فما تحطش لنفسك هدف وهمي وتقول انا هوصل للكلام دوت، لا يعني الهدف بتاعك يكون مناسب للكارير بتاعتك. اعرف كاريرك الاول برضو، ابدا اشتغل على نفسك كويس جدا جدا، اشتغل وما تبصش على النتائج، خلي النتائج ديت في الاخر، لان ربنا مش هيضيع تعب حد، استحاله ربنا يضيع تعب حد. خلي كل طموحك ان انت لو ما بقتش الاول تبقى احسنهم. برضو ان الشباب حته ان هي تواجه سوق العمل وتواجهه، لازم تبدا تشتغل على نفسها من كورسز والمجالات بتاعتها، ينمي مهاراته وياخد كورسات والكلام ده اللي انت قلته لنا عليه. بلال طيب ادينا حاجه كده اخيره او اي حد برضو يعني معاه فكره يشتغل عليها، ما يوقفش مثلا يكسل نفسه، لا هو يبدا يشتغل حتى عشان مثلا لما حد يساله انت مين مثلا او عملت ايه، لا انا اشتغلت شويه في حاجه زي كده مثلا وبنيت نفسي شويه فيها وماشي اهو فيها، او يقدر يشوف انك انت فعلا شغال قدام عينه. مثلا لو هو يبقى مثلا يعني وليكن هيبقى سبونسر ليك فيما بعد، او ماشي هيقدر ان هو مثلا يشتغل شايف انك انت بتشتغل وفي نتيجه منك، تمام. وبرضه هتقدر انك انت بعد كده تتعلم حاجات كتير. طول ما انت ماشي في طريقك هتلاقي هتقع هنا وهتقع هنا، هتلاقي نفسك بتقوي نفسك بنفسك برضه وماشي، تمام. برضه هيقدر يشتغل على نفسه كتير، يعني ما يسيبش نفسه احباط والكلام ده كله، لا يشتغل في اي حاجه قدامه يشبط فيها ويشتغل معاها، يأهل نفسه فيها. لو حتى هيقعد ان هو مثلا هيقعد في ايفنت ولا اي حاجه يطلع بمعلومه صغيره قد كده مش مشكله. عبتو انا عايز تقول لي امنيتك ايه ان شاء الله في المستقبل بالنسبه للفريق وبالنسبه ليك انت عموما كشخصك؟ يعني امنيتي للفريق ان احنا نكون موجودين في الوطن العربي كله كفريق دولي كله. طبعا بمساعده التيم الكل معايا، تيم عظيم، سواء ادهم المنسق الاعلامي معانا او محمد احمد، محمد جبريل، يوسف رجب، احمد اشرف، اسماء كتير جدا وناس كتير بره التيم بتساعدنا برضو، نقدر نوصل للمرحلة ديت. أمنيتي بالنسبة لنفسي إن أول حاجة طبعا رضا أبويا وأمي عليا، بعد كده في ريادة الأعمال بقى إن شاء الله. أنا سعيد بكم جدا، عبد الرحمن عبد المنعم مختار سوري وبلال أحمد، بشكركم شكرا جزيلا. على أمل اللقاء أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.